خويا المشكل ديالي هو الوالدة عيانة وناعسة في السبيطار وما لقيتش من يعاونني، مريضة بالميكروب في المعدة وعندها الماء ما عندهاش في المعدة اللي كيكون عندنا، نشفات لها المعدة وخص واحد الدكتور قال لي خصها واحد البراوات يجيو من فرنسا 100 درهم البرا، يعني غدق كل شهر يا خصها عام باش يرجع لها داك الماء. وعندها ميكروب خاصها دير تيو من دابا هي ناعسه باش غادي يهدنوا لها هذيك الكحبه، باش ما كتشدها منك ملي كتشدها كتغيب كيدقوا لها في هذوك البراوات، ومن غادي تولي تشد راسها شويه خصهم يديروا لها داك التيو باش يغسلوا لها المعده. دابا راه تقريبا انا مني كنت صغيره، مني كبرت وانا خدامه عليها، نعسنا جوج المرات في السبيطار وخرجت وعاود رجعناها ونفس المشكل باقي نفس المرض. اي حاجه كتبان لي نديرها فهمتي، كنشوف شي مساعده من عند الناس، انا ما عنديش الامكانيه نخدم، حيت انا دايزه كان عندي واحد الكيس في ظهري وحيدته ودايزه مهرسه من ظهري كتف واحد الكسيده، يعني انا خدمت عليها ماشي ما خدمتش، ولكن دابا الغالب الله الاطباء قال لك خاصها دير تيو باش تحيد داك الميكروب من المعده. دابا زال اخويا حتى قال لنا الدكتور حتى تخرج وعاد هو يمكن يشوف شكون عايجيبهم، دابا تيدقوا لها واحد البراوات في العرق باش يخليوها تنفس باش ما تخناقش. انا ما عنديش اخويا سكانر باش غنديرو غالي اخويا، انا ما نكذبش عليك الوالدين ما كاينش بحالهم، وانا الام ديالي هي سندي ما كاينش كيحنت فيا وتا الوالد كذلك عيان وداكشي، ولكن ما عنديش جد اخويا ما عمرني ما بنت ولا انا كنت خدامه، ولكن اخويا تعرف الخدمه ديال الديور ماشي شي سالير ماشي هذا، ولكن كنت كنكافح والغالب الله. وانا بغيت كنطلب من الله يوقف معايا شي واحد اللي يعاونها ويخلي لي امي في الحياه، والام راه هي السند، ما كاينش ما احسن من الام.